call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي بنتكلم فيه عن طريق أفريقيا، الطريق في أنك تخلص أفريقيا نفس ما أنتم شايفين. هذا الثلاثة أربعة ومن ثم هذا أربعة وهنا خمسة، من ثم ننزل تحت ستة سبعة ثمانية وندخل من هنا لازم 19-11 ونطلع مرة ثانية ل 12، لكن ما نروح اليمين، ننزل لتحت وإحنا ماشيين لتحت تحت تحت ونبدأ من الساحل الشرقي وإحنا طالعين للنص، ومن نوصل للنص نكسر إلى اليمين وإحنا رادين للريد آيل ونرجع إلى سانت إين. هذا الطريق راح تستغرق مثل ما شفتوا في هذا الفيديو، راح تستغرق علينا قرابة 32 دقيقة بس. ساحل أفريقيا شوية معقد وخصوصا انه ما عندهم مكان ترجع له، فلازم تتروح للريد آيل ترجع لسانت إين عشان تخلص هذا عملية تجميع الفلوس يعني او الدولار الذهبي. فنبدأ مع بعض ونشوف. شوية سرعت الفيديو عشان يكون الفيديو قصير، ما طبعا يعني بيكون ممل لو نزلت 30 دقيقة، بس دائما يكون يعني كل حاجة تكون ظاهرة في الفيديو. سجلت هذا الصوت بعد الفيديو عشان يكون الصوت ما مسرع، يكون كل شيء واضح معانا. فحاول انك توصل لهذا او تحاول انك تبدا هذه المرحله، اول شيء تاخذ لك سفينه البريغنتين لانها السفينه الاسرع. نفس الحاله توكل لك حاجه من الوجبات المطبوخه عشان تعطيك ستامينا تقريبا 50% ستامينا، اللي هي زياده استرجاع الطاقه استرجاع التحمل يكون 50%. ونفس الحالة تعال وعندك مجموعة كبيرة من الأغذية. أنا كنت صراحة لما بديت ما كان عندي مجموعة من الأغذية، فاشتريت من عند هذا الشخص يعني قبل أن أبدأ عملية التجميع. بس أنت لو تأخذ لك مرحلة لفة واحدة، أنا أخذت لي يمكن حتى مش لفة، يمكن 5 دقائق في الريد في الساحل الأفريقي وجمعت قرابة 220 من الموز. حاجة مهمة ومفصلية انك تدخل من هذه المنطقة، لانك اذا ما دخلت من هنا بيكون عندك عندك مصانع يعني جانبية لازم تروح لها، واذا رحت لها بتاخذ عليك وقت. فأيوة تدخل من هذه المنطقة وتكمل. نفس الشيء هذا المصنع، هذا مصنع لازم تكون قريب منه عشان تسوي تفاعل. لما تكون شوية مبتعد ما اعرف وش الآلية في اللعبة، بعض المصانع لما تكون قريب منها او لما تكون بعيد منها تقدر تتفاعل معاها، وبعض المصانع لا، مثل مصنع شيغافا تقدر، لكن مصنع دوليس حصن دوليس ما تقدر. فهذا اللي يعني حاول انك تكون قريب عشان ما تخسر وقت فقط لانك تلف وتريد ترجع للحصن لانك انت بعيد او للمصنع لانك بعيد شويه. شوف هذا المصنع مثلا من بعيد هذا. هنا الحاجة الثانية المفصلية، انك لما توصل لهذا المصنع ما اعرف ايش اسم هذا المصنع، لما توصل لهذا المصنع تلف يسار وتدخل من هذه المنطقة الصغيرة. هذا الصغيرونين المينيونز هذا اللي يدمجوك قوة خصوصا لما تدخل في السم فيهم او معهم. فتاخذ نفس الشيء هذا المصنع وتلف يمين، وبعدين عاد خلاص تكون الطريق سهلة وواضحة معاك، فقط تتبع الطريق وتاخذ من كل مصنع تمر فيه. كنت أقول إنك لازم تدخل دائما ويكون عندك الموز مطبوخ أو المشوي يعني، أو أي وجبة من الوجبات الثانية المشوية اللي تعطيك تحمل 40-60%، بحيث إنك تحافظ على السرعة. أنا في هذا الرن اللي استغرقت علي 32-33 دقيقة صراحة خلصنا عن الوجبات. لو تشوف الحين تقريبا باقي لي ثلاث موز، والموز اصلا يعطيك 20% لو كنت طابخنه. طبعا هذا صدته لما قتلت حد في الطريق يعني ما كان عندي من البداية، في البداية كنت طابخنهم اوريدي وخلصتهم. فلما يكون الموز مطبوخ او كل الوجبات المطبوخة تزيدك من 40-60، بينما لما تكون نيئة او مش نيئة لكن غير مطبوخة
أو غير مشوية راح تعطيك زيادة فقط 20%. المهم أنك تتبع نفس الطريق وتخلص كل المصانع. لما يكون المصانع أقل من ليفل 3 أو ليفل 4 أتوقع حتى، يعني لما يكون إنتاجيتها أقل من 150، يعني أقل شيء تروح لهذا الطريق لما يكون 150، لأنه أقل من 150 صراحة غير مجدي إنك تروح وتمر في يعني تستغرق كل هذا الوقت 30 دقيقة عشان تجمع 1000 أو 2000 من الدولار الذهبي. أقل شيء أنا أقول لك لما يكون عندك 150 روح في هذا الطريق. نفسي تركز إن الحصون لما تسوي تفاعل مع الحصون لازم ما يكون حد في حرب معك، يعني لا تكون مع القراصنة ولا مع لابست ولا مع أي دولة من الدول الموجودة هنا أو السفن الموجودة في هذه المنطقة، لأنك ما بتقدر تسوي انتراكشن أو تفاعل مع الحصون. حاول أن تكون سفينتك يعني قدر الإمكان سريعة، وبس يعني هذه الحاجتين الوحيدتين اللي يعني أعطيكم يعني نصائح فيها، فقط أن تكون سفينة سريعة وأنه يكون عندك عندك وجبة مطبوخة كليتها وعندك وجبات مشوية تأكلها بطول الطريق. في عوامل مؤثرة مثل الريح، أوقات تكون الريح ضدك، ما تعرف يعني ذاك اليوم بطول الوقت تكون الريح ضدك، وبعض الأيام تكون الريح معاك وتخلص يعني بشكل أسرع. بس تقريبا 32 دقيقة هي الفترة اللي بتقضيها في التجميع في الساحل الأفريقي. بكرة بحاول أنزل فيديو يكون الساحل الأفريقي مع الساحل الريد آيل الجزيرة الحمراء، ونشوف كم بنقضي فيها. هذا كل شيء، هذا نهاية الفيديو. أتمنى أن الفيديو عجبكم، بقي 40 ثانية تقريبا. أتمنى أن الفيديو عجبكم، أتمنى أنكم تدعموني بالسبسكرايب وباللايك. نحاول نوصل ل 500 سبسكرايبر. الفترة الأخيرة شوية أقل عدد السبسكرايبرز اليومي، فإذا أصدقائكم يلعبوا هذه اللعبة حاولوا أنكم تنشروا هذا المقطع لهم وتدعوهم لأنهم يتابعونا، وإن شاء الله ننزل كل حاجة مفيدة. بحاول نفس الشيء أني أشوف اقتراحاتكم وأنزل فيديوهات عنها. هذه نهاية المقطع، أتمنى أنه عجبكم، والسلام عليكم.